طب احنا معانا دلوقتي تقرير للدكتوره زوجتك، هنشوف هتقول ايه ونرجع تاني لها. يا رب. ايام حلوه كتير جدا عدت علينا وعدوا بسرعه جدا ما حسيناش بيهم. وعدت ايام صعبه طبعا، بس يعني احنا احلى حاجه حصلت في حياتنا طبعا ان احنا جبنا نور في الاخر، يعني في اواخر الفتره الاخرانيه دي من كام سنه. طبعا دي كانت احلى حاجه حصلت في حياتنا، لكن هم ال 18 سنه عموما كانوا كلهم جمال الحقيقه، او اغلبهم كانت ايام حلوه قوي. انسان طيب جدا، خلوق، رقيق جدا في مشاعره، يعني بيحب الخير جدا للناس، بيحب يعمل كل الخير على طول، انسان خير جدا جدا. انا بحب له كل حاجه، بس اكتر حاجه بحبها له كسينما اخر حاجه عملها اللي هو فيلم بركان الغضب. انا بحبه قوي لانه هو قريب قوي من شخصيته، كل جوانه بحبها له، وبالذات الجون اللي جابه بعد ما رجع من الاصابه. يعني بعد ما رجع من الاصابه طبعا كانت فرحه كبيره قوي قوي لما نزل وجاب جون. ده جون بحبه قوي لانه له معنى كبير قوي بعد الاصابه الجامده حبيبي اللي حصلت له. ربنا يخليك لينا يا شريف، ما يحرمناش منك ابدا، انا وبنوتك نور، ودايما كده تفضل معانا منور حياتنا ودنيتنا، وربنا يخليك لينا واحنا بنحبك قوي. ده الوش الثاني يا درش. ده مدلعك دلع ما فيش بعد كده. ده الوش الثاني. الوش الثاني ده بتاع التسجيل. طيب هي طيبه جدا. لو انت بقى عاوز تبعت لها اغنيه حب دلوقتي، هتبعت لها اغنيه ايه؟ الراجل اللي انت بتعمله فيا ده راجل ايه؟ يعني انت هتنزل اغنيه دكتوره كلمتك كلام ما فيش احسن من كده، وقالت لك حاجات يعني انت بتقول ايه؟ انت عاوز بقى انت عارف، انت لو سالتني عن واحد دلوقتي صاحبي قلت له هو ده اسمه ايه؟ اقول لك ماليش دعوه بصاحبك، دي مراتك. هتبعت لها اغنيه مين بفنان مين او فنانه مين وتقول لها في ايه؟ وانت بص كده لكاميرتك كده. ايوه الحته بتاعت رجع باظه دي انت ما اروعك. ما اروعك. طب قولها لها. طيب ما اروعك. انت بتقول لي انا بص لها ايه؟ اغنيها ولا ايه؟ ها؟ اغنيها؟ حته صغيره. لا ما اعرفش ده. قول لها يعني كلمتين كده. لا لا ما اروعك وخلاص. ما اروعك وخلاص؟ دينا احنا لو من 10 سنين كنت خليني اغني لها الاغنيه. طب ايه الاغنيه اللي عبد الحليم؟ بعد صدفه. ايه الاغنيه بتاعت عبد الحليم اللي انت بتفتكرها وعاوز تبعتها لها دلوقتي؟ اغنيه حب، اغنيه غزل، اغنيه رومانسيه؟ عايزين ما اقول لك ايه اكتر من كده. كان في اغاني كتير قوي. قول اغنيه. ما في اغاني كتير. ما تنقلقني اي حاجه. لا ما انت ده اختبار ليك قدامها. ده ما هي عارفه. عارفه ايه؟ انا في حكايه اغاني لا بعرف احفظ اغاني ولا بعرف الحلقه خلصت يا شريف. عشت ابني. الاغنيه بتاعت عمرو دياب. اللي هي ايه بتقول ايه؟ عشت عمري قبل منك يوم. واما جيت لي تاني عشته كله في يوم. عودوني يا سيدي عشان هي كانت علاقتها بيا وراحت ورجعت تاني، فدي ماشيه علينا. دي بتسمع الاغنيه دي بتفتكر بقى الايام الجميله بينك وبينها. عشت بنفتكر وهي بتحب عمرو دياب اكتر مني. طيب احنا كده حلقتنا خلصت. ادي الصوره اهي بنتك اهي، يا ربنا يخليها لك يا رب وتشوفها عروسه قد الدنيا يا رب حبيبتي دي.